عاش سلطان البلاد ابن انت لابن شداد عاش سلطان يا بس انا سيبه يا شكري مالكش دعوه بيه يا جرخم يا ما تزعلش سيبه معلش معلش بس يا ابني بس يا حبيب بس يا باب بس يا حبيب بس صلى على النبي صلى على النبي صلى على النبي يعني انت مستحمل موسم كامل صلى على النبي خلاص خلاص اخر روايه ما حدش يعمل معاك كده والله احسن واحد عندنا الولد ده والله ما اعرف ابدا ان هو مجنون ده مجنون ده خد الواد نزل بيه انت عبيط يا ما تعرفش ان هو معلش معلش ما احنا اسفين تعال اعمل السلطان خد تعال يلا يلا اتفضل 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 تحب نقفل الستاره ولا حاجه اتفضل اتفضل ايه ده وايه النازله اللي نزل بيها يا معادي عمل لي تبلتي بام سلام معلش معلش حاضر حاضر وبراحتك يعني براحتك او باي سرعه براحتك ده فاكره عادي عملت ايه في الاكل حطيت في السم كله حطيت السم في الاكل اه مفيش اي صنف ما فيهوش سم بحيث ان انا اكل منه لا كله في السم مش اشكال الاكل العصير انا عايز كوبايه عصير وتزود فيها السم اه وكوبايه تانية من غير سم انا هشرب اللي من غير سم طب ما احط سم في الاثنين انت عايز تخلص مني يعني ايوه خلاص حط سم في الاثنين بس عايزك بقى تعمل اثنين مختلفين عن بعض واحد اعمله كانتالوب وواحد اعمله كيوي كيوي وايه كانتالوب طب هو في سؤال هو الكانتالوب ده كانتالوب ولا كان ايه هو كانتالوب هاته واعصره وحطه وحط فيه السم ماشي يلا شكرا ماشي ابعد عنه ابعد عنه ابعد عنه دي جت منين دي اتفضل يلا اطلع معاه اطلع معاه انا اسف يعني بعد اذنك يعني طبعا. ماشي ماشي تعال 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 اتفضل تعال 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 احنا اسفين يعني اتفضل اوقف هنا اتفضل